نرجع إلى الحديث، ماذا ورد في حديث هذا المعنى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا أعمالكم. في رواية ما في أعمالكم، ولن تحصوا. استقيموا، ما هذا الموضوع اللي عم نحكيه لهنا؟ أنه وهو معكم، استقيم بمراقبة الله ولن تحصي الفيوضات الإلهية التي تنزل عليك. استقيم بالتوجه إلى الله ولن تحصي العطايا التي يعطيك الله إياها. استقيموا، ثم نستقيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أول وحدة تتنزل عليهم ملائكة، تتنزل. وين بدها تتنزل؟ على القلب. بإيش؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. نحن في الآخرة ولا في الدنيا؟ أبشر بجنة الدنيا قبل جنة الآخرة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طيب انتبه، نحن مين؟ نحن مين؟ نحن ملائكة، نحن أولياؤكم، يعني نتولى أموركم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان هو أن اللي حيتولوا أمرك، معناتها أمر خاسر ولا رابح؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها مطلقة، فيها في الدنيا وفي الآخرة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. ما بجهدك ولا استعدادك. نزولا، شو النزول؟ ضيافة. نزولا من غفور رحيم. ما قال نزولا من كريم عطاء، نزولا من غفور رحيم. غفر لك تقصيرك ورحمك بالعطاء. واضحة. استقيم على الذكر ولن تحصوا تجلي الله عليكم. استقيموا على الحب ولن تحصوا فيوضات الله لكم. استقيموا على الطاعة ولن تحصوا عطاء الله لكم بالأجر والثواب. استقيموا ولن تحصوا. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. خير أعمالكم شو؟ أني صلاة. الله أكبر. الصلاة خير أعمالكم صلة قلوبكم بالله. أي الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة التي هي صلة قلوبكم بالله. ولا يحافظ عليها إلا مؤمن. الرواية: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الرواية الثانية: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. افتوا بحبهم من قبل نور.